بحث معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم مع وزير الثروة السمكية اليمني فهد كافين بحثا سبل تأهيل المنشآت السمكية المتضررة في المحافظات اليمنية كافة، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها اليمن حاليا. شريان حياة الكثير من اليمنيين، فدعومات المركز وتدخلاته الإنسانية والإغاثية وصلت إلى كل المناطق اليمنية التي هي بحاجة إلى مثل هذا التدخل. لولا الله ثم تدخل هذا المركز لكانت الأزمة أكثر وأكثر وطع اليمنيين. في الحقيقة علاقاتنا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وخاصة مع مركز الملك سلمان تكامل وفي العطاء وأثرهم الكبير الإغاثي والإنساني على اليمنيين والشعب اليمني كبير وله أثر طيب إن شاء الله. أشاد